مع بدء حياة جديدة كلياً بفرنسا بيواجه السوريين كتير من التحديات وبيحتاجوا بذل جهد كبير لتجاوز العوائق. وفي جولة إلنا بعدة مدن فرنسية حكانا بعض السوريين عن أصعب التحديات، خلونا نشوف. مرحبا. أهلا وسهلا. شو هو التحدي الأكبر اللي بتواجهه بفرنسا؟ أكيد أول شيء هو اللغة، لأنه موضوع اللغة يعني هلأ فرنسا غير للأسف غير دول أوروبا كلها، يعني هون بده يتعب هو الواحد اجتهاد شخصي لموضوع اللغة ومكلف قليلا، بس هذا هو يعني، وزائد كمان موضوع السكن يعني كمان هي أهم شيء، يعني هذا هو العائق. شو أكبر تحدي بتواجهه بفرنسا؟ شخصيا التحدي اللي بشوفه هو العنصرية نوعا ما اللي بعاني شوي منها شخصيا بالشغل. عدم نحكي نحن الإعلام بشكل عام بيحكي دائما عن اندماج السوري بالمجتمع الأوروبي، بس ما بيحكي عن اندماج الأوروبيين مع السوري خصوصا هون بفرنسا، عن تقبل الاختلاف الآخر. دائما بنصرفهم أنه كشخص أنا مثلا بحكي عني، يعني مو مثلنا، ما بياكل مثلنا، ما بيشرب مثلنا، ما بتصرف مثلنا، بطريقة تفكير وشي تاني، مع ضخ الإعلامي للإعلام الفرنسي كل السوري، الدواعش بشكل عام في سوريا داعش، بتلاقي في اختلاف كبير بالمعامله بيني مع بقيه الناس. هي اللغه يعني لقينا كثير في صعوبه مع التعامل مع العالم، اللغه يعني وين ما رحت بدك لغه، انت ونحن طبيعتنا بنعرف اللغه الانجليزيه اكثر من اللغه الفرنسيه، فكانت اللغه الفرنسيه كثير صعبه، واللفظ بالنسبه لنا صعب. فالدولة هون دخلتنا دورة لغة مدة شهرين، بس ما كانت كافية، هي دورة إنه شهرين تتعلم لغة فما كانت كافية كثير، فهاي أكبر تحدي بالنسبة لنا يعني كانت في فرنسا. هلا أنا حاليا أصعب تحدي عندي هو اللغة، إن شاء الله بتعلم فترة قصيرة، بس لأنه كان غلط الوحيد إني أول ما إجيت فاضطريت اتكلم باللغه الانجليزيه لست او سبع شهور، ما اخر هالشيء لتعلم اللغه الفرنسيه، بس الحمد لله هلا رجعت وعم اتعلم فرنسي والحمد لله صرت احكي منيح، وبالمدرسه عم يدعمونا كثير بموضوع اللغه الحمد لله يعني، وعم يساعدونا بكل شيء، وهلا قدامي الدراسه بس، وعم ادرس الحمد لله لوصل للبكالوريا واخذها. اصعب تحدي هو اللغه، بس ان شاء الله بنتخطاها، كونوا الأولاد صاروا يحكوا بيساعدونا، كونوا في إلنا دروس من الدمج هون، كونوا في أصدقائنا الفرنسيين هون معارفنا بيجوا لعنا بيساعدونا، يعني هني ناس طيبين على فكرة ما تركونا. في من المتطوعين بيقولونا راح نجي نحن ندرسكن هون بالبيت أو بتجوا لعنا، وإن شاء الله بنتخطاها. التحدي الأكبر هو الموضوع اللغة، موضوع اللغة مو هين أبداً هون بفرنسا، بالخصوص انه ما متعلمين اللغه الفرنسيه بسوريا. المشكله الثانيه هي الاولاد، يعني هون مو مثل عندنا بسوريا، ما في يعني ما في حواليك حدا انه يعتني في الاولاد مثل عندنا بسوريا، فيهم اهل ابوك او اهل امك او اهلك او اهل مرتك ممكن يعتنوا في الاولاد، لكن هون انت مسؤول من الاولاد بالدرجه الاولى، كمان هذا الموضوع بيشكل لي عائق بالنسبه للشغل بالنسبه للغه. كمان يعني زوجتي الله يخليها هي عم تساعدني كثير في موضوع الاولاد، هي لسه ما درست اللغه، بس انا لما اخلص اللغه رح تنزل بدالي، بس المشكله الوحيده هي اللغه. يعني انا لي 4-5 سنين هون، تجاوزت كثير عن تحديات وكثير عقبات. أول شيء اللغة، خلصت لغة، دراستي عدت شهادتي وأخذت ماجستير بالكيمياء التحليلية وإدارة الجودة، أنا بالأساس خريج كيمياء من سوريا من حمص. حالياً التحدي الأساسي بالنسبة لي هو أنا إلي يعني شهرين بخلص، فهي فترة ضئيلة، فالتحدي الأساسي هلأ بالنسبة لي إني لاقي شغل بشهادتي كمهندس بتحاليل كيميائية، فحاليا هذا مشروعي الاساسي بموضوع بوجودي بتجربتي بفرنسا،
يعني عديت المرحلتين الأكثر صعوبة من اللغة والدراسة، وحالياً هي مرحلة البحث عن عمل هي التحدي الأساسي حالياً بالنسبة لي.